بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهلي وصحبي أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم الابيسود ده مميز شوية، هنبدأ فيه بعد ما انهينا الحديث عن الداشبورد والبوست والميديا والبيجز والكومنتس، هنيجي ندخل على الابيرنس. والسيريز بتاع الابيرنس شكله مختلف لانه بيتكلم عن المظهر او الشكل العام لووردبريس از كونتنت مانجمنت سيستم. هنبدا يا جماعه بالثيمز. طيب والثيمز بمنتهى البساطه ده معناه زي ما بيقولوا كده في الموبايل، موضوع او عباره عن ايه؟ الاسطمبه العامه للشكل العام للموقع، تمام كده؟ ده المظهر الخارجي. انت ممكن تحدد مظهر خارجي وتقدر جوه ووردبريس تكنترول في الاليمنتس دي بطرق مختلفه، تمام كده؟ طيب اول ما اروح على ابييرنس بيفتح لي مجموعه من النقط المختلفه، الثيمز وكاستمايز ويت جيت ومنيو وغيرها من النقط. احنا كلامنا عن الثيمز، لو انا ضغطت على الثيمز هلاقي ان انا عندي مجموعه الحاجات دي. انت حضرتك طبعا ممكن ما يكونش عندك الحاجات دي، ممكن بتلاقي عندك ثيم واحد بس هو اللي بيكون افتراضي، لكن انا حاولت اركب مجموعه من الثيمز. طيب البانل اللي قدام مني دي هتجمعها فيها مجموعه الثيمز اللي انا عملت لها انستاليشن. ايه ده؟ هو انا ممكن اعمل انستاليشن لاكثر من ثيم وبدل ما بينهم؟ اه عادي جدا، ممكن تغير في واجهه الموقع بتاعك ما شاء الله من المرات، وممكن تختار الواجهه اللي انت عايزها ما بين الاف من الثيمز المختلفه. تمام رايت اوكي. بمنتهى البساطه لو انت كنت عايز تغير الواجهه، يعني انا مثلا ادي الشكل العام بتاع الموقع تبعي، ده الثيم اللي احنا كنا مطبقينه اللي هو ده الافتراضي اللي هو دلوقتي اكتف، اللي عليه كلمه اكتف ده اسمه 2011. طيب اللي مش عليه كلمه اكتف ده انا نزلته بس لسه ما سطبتهوش. يعني مثلا لو انا عايز اخلي مثلا سبيكيوليت ده هو اللي اكتف دلوقتي، انا بس هضغط عليه اكتيفيت بقى هلاقي هو دلوقتي بيجي لي اكتف، تمام كده؟ فلو رحت وعملت ريلود هلاقي ان الواجهه بتاعت الويب سايت تبعي اتغيرت. الشكل العام بتاع الويب سايت المفروض يبقى على اهو اتغير، بيجي حاجه تانية تبع الواجهه دي اللي هي سبيك وهكذا يعني، تمام؟ الموضوع سهل جدا وبسيط، تمام. انا كلامي مش على كاستمايز، كلامي مش عن اني اعمل كاستمايزيشن للثيم، لا لا، كلامي كله عن ايه؟ ازاي انا اساسا اضيف ثيم. طيب اوكي جميل. ولنفرض مثلا ممكن من خلال البانل دي لو انا ضغطت على اي ثيم بيظهر لي ثلاث حاجات، اني اخليه هو الاكتيفيت او اني اشوف لايف بريفيو لي او اني اروح لثيم ديتيلز. لو انا رحت لثيم ديتيلز ضغطت عليها هلاقي امور مختلفه، هلاقي ان دي التفاصيل بتاعه الثيم وانت ممكن ابديت وافيلابل وممكن تاكتيفيت او ممكن تعمل له لايف بريفيو وتشوفه والكلام الجميل ده، تمام كده؟ ده بالنسبه للقصه دي. مثلا في وان بيج كليك عليه ده الثيم ديتيلز، بتلاقي من تحت كده خاص بديليت، ده لو انت كنت عايز تحذفه من المكتبه بتاعتك انت. يعني انت تقصد تقول ايه؟ انا اقصد اقول لك انك هنا دي المكتبه بتاعت الثيمز اللي عندك، ممكن بضغطه زر تاكتيفيت اي واحد فيهم. طب انت لا مش عايز زحمه عندك، احذف اللي انت مش محتاجه وخلي الثيمز اللي انت عايزها اونلي بس. طب هو انا اساسا جبت الثيمات دي من فين؟ بسيطه خالص، انت ممكن من اكتر من طريقه، ممكن تضغط اد نيو او من فوق ممكن تضغط على اد نيو او من نيو. المره دي مفيش ثيمز، لا مفيش الكلام ده، خلينا نضغط على اد نيو بس يا جماعه. ومن اد نيو بتلاقي ان الوزارد بيطلع لك امور مختلفه، تمام كده؟ اولهم النقطه اللي انا عايز اوقف عندها ابلود ثيم. انت ممكن ترفع ثيم، ترفع انت تعمل ابلود للثيم، يعني ممكن بسيرش انجنز جوجل تدخل وتكتب مثلا ووردبريس ثيمز او فري ووردبريس ثيمز، تمام؟ وتروح تنزل ملفات الثيم، ملفات التمبلت نفسه، وتروح عامل ابلود على عندك انت وتروح معلي الثيم عادي جدا يعني، فاهم انت القصه دي؟ طيب يمكن يكون انا هحاول نطبقها بشكل عملي في خلال لحظات، بس خلونا نقول ان النقطه الثانيه بقى انا عايز ادور في مكتبه الثيمز اللي هي اونلاين. ووردبريس بيدي لك كميه رهيبه جدا من الثيمز اونلاين انت ممكن تختار ما بينها، طبعا مش شويه صغيرين دول، دولت شويه انت ممكن تختار ما بينهم. طيب نقطتي الاساسيه الفيتشر ده بيقول لك 15، لا في بوبيولر وفي ليتست وفي فيفوريت وفي حاجه اسمها فيتشر فلتر. فلتره بقى يا معلم. طيب بقى ايه الانماط الفلتره؟ انت ممكن تشتغل على اللي اوت وعلى الفيتشر وعلى السبجكت. في اللي اوت انت عايز جريد،
عايز تمبلت بوان كولوم، عايز اتنين كولوم زي كده، ده كولوم وده كولوم، عايز اتنين، عايز تلاتة اربعة، عايز حاجة فيها ليفت سايد بار، حاجة فيها رايت سايد بار، اختار مثلا رايت سايد بار واعمل ابلاي فلتر. هروح يقول لك بص يا معلم انا هحاول اعمل لك فلترة لكل الثيمز اللي موجودين عندي اللي بيدوا لك الفكرة بتاعت انك ان بيدوا لك مثلا رايت بار، رايت سايد بار عندك اهو. فعمل لك بقى ايه، فلتر لك النقط دي، ده بيدي لك رايت سايد بار، وده كل ريزومي الكلام ده كله بيدي لك انك يبقى عندك رايت سايد بار، وانت كل ما تنزل لتحت احاول يفتح لك ما شاء الله من المواقع حاجات كتيرة جدا. تمام كده؟ رايت. انا ممكن ارجع تاني للفيتشر واقول له لا انا مش عايز رايت سايد بار، انا عايز اطبق بالفيتشر، بالفيتشر بالمميزات يعني. يعني ايه مميزات؟ يعني انا هطبق بادي بريس. يعني ايه بادي بريس؟ مش مهمناش دلوقتي، انا عايز حاجة يكون فيها فيتشر ايمج، انا حاجه يكون فيها فليكسبل هيدر، الهيدر يكون مرن شويه، حاجه يكون فيها فوتر في الويب جيت، حاجه يكون فيها فول ويدث تمشي مع العرض كله، حاجه تمشي لي ار تي ال لانجوج سبورت، حاجه تدعم الكتابه من اليمين للشمال، حاجه يكون فيها الستيكي نوتس، ستيكي بوست، وغيرها من النقط دي. اه ده انا ممكن اطبق بالفيتشر المميزات اللي انت عايزها. اه ممكن اطبق بالسبجكت، حاجه تبع الاي كوميرس، تبع الاديوكيشن، حاجه تبع مثلا الفود والدرينك، الفوتوغرافي، بورتفوليو، الامور دي كلها بيلت ان. يبقى الفيتشر او الويزرد بتاع الفلتر فيلد قوي جدا في وورد بريس يا جماعه، بيديني حاجات قمه في الجمال. وكما اني ما تنسى انك عندك سيرش ثيم، انت ممكن تكتب الثيم اللي انت عايزه وهو يسرش لك عليه. طيب ما بين حاجات جاهزه، ما بين هو بيقول لي لو انت عايز الافتراضي من غير اي حاجه انا عندي 1935 ثيم، انت دور ما بينهم بقى كل ما تنزل كده. طب لو بوبيولار، في البوبيولار هيحاول يجيب لك الثيمز اللي هم يعني مور كومون، والناس اللي هي توب ريت زي ما بيقولوا، ايه تصويتها عالي شويه، والموضوع سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي شيء غير مثلا كليكات بالماوس. يعني مثلا انا بعد ما هدور على البوبيولار ثيمز، هو هيحاول يدور في المكتبه بتاعته ويديني مثلا الستاتكس الاحصائيه، يقول لي انت عندك ما شاء الله من الثيمز، اختار حضرتك الثيم اللي انت عايزه وجاست اضغط على ابلاي. المساله طولت شويه، خلينا مثلا نروح على نعمل ريلود. في الليتست مثلا انا عندي حاجه اسمها unlimited showcase، او مثلا education one، او حاجه كده جت على الانستراكشن جت بالصدفه يعني. مثلا انا عايز اطبق الثيم ده، انا ممكن باسمه اخده كوبي واروح ادور عليه في السيرش، او انا ممكن لما اضغط عليه ممكن اعمله انستول، او لو انا رجعت باك اهو عايز ده هبتدي جاست كليك عليه انستول، فيقول لي انستولينج انستولينج، ولحظات هو بيحاول يعمل ايه، قال لك انستول كده، هو بيجي موجود عندك فين يا جماعه، في مكتبه الثيم بس لسه مش متاكتف. يعني ايه؟ يعني انا لو رحت للثيمز هلاقي ايه، انا طلعت كده بره الات، هلاقي ان educational 1 موجود، فين وفين اهو education موجود اهو، كده بيجي موجود عندي بس هو لسه مش انستول مش اكتف، انا عايز اطبقه. كل اللي انا محتاج اني اضغط عليه كلمه اكتيفيت، بمجرد اني اضغط اكتيفيت هلاقي هو اللي متاكتف دلوقتي. فانا لو رحت عملت ريلود او ريفرش للصفحه هلاقي ان الثيم بتاعي بيجي مين، بيجي زي او اخد الواجهه بتاعت الموقع ده، فهو بيجي بالشكل ده يا جماعه. وطبعا هو بعد هو الثيم محتاج شغل، يعني انت بعد ما تطبقه محتاج منك شغل على امور مختلفه، وده اللي ده هيكون مسار حديثنا ان شاء الله باذن الله في السيريز اللي جاي. ده النقط اللي احنا كنا حابين نأصلها مع حضراتكم بخصوص الثيم. السيريز اللي جاي ان شاء الله باذن الله مع الكاستمايزيشن. ما تنسونا مصالح الدعاء، كل سنه وحضراتكم طيبين، وما تاخر من بدا منكم البدايه ومن الله تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.